أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما صحة هذه المقالة؟ الخوف من السحر والسحرة خوف طبيعي، لأن موسى عليه السلام خاف من العصا عندما تحولت إلى ثعبان. الخوف الطبيعي ما يضر، الخوف الطبيعي ما يضر، إنما الذي يضر خوف العبادة، أنه يخضع لهذا الشيء ويترك شيء من دينه خوفا منه، هذا اللي يضر. أما الخوف الطبيعي ويتخذ الأسباب، يتخذ العصا، يتخذ الشيء الحجر اللي يقتل به الثعبان، هذا خوف طبيعي ما يضر. خوف من السبع، خوف من البرد. أنتم الآن عليكم ثياب، وش اللي مخوفكم من البرد؟ وش اللي هذا يعني شرك تعتبر؟ ما هو بشرك، هذا خوف طبيعي تتخذ الأسباب الواقية منه. نعم.